بكم إلى موجز أحداث إفريقيا على قناة الحدث الإفريقي. تتحرك إيران بخطى ثابتة إلى منطقة الساحل والصحراء مدعومة بغطائها الديني الذي يسمح لها باختراق عدد من العواصم الإفريقية، كان آخرها نواكشوط التي زارها خلال شهر واحد وزيران إيرانيين. يتعلق الأمر بكل من وزير الخارجية ووزير الثقافة والإرشاد الإسلامي. وأعرب وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني خلال لقائه مع وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني عن آمله في أن يشهد مستوى التفاعل بين البلدين في مختلف المجالات تحسنا بتوقيع مذكرة تعاون بينهما. رد وزير التجهيز والنقل الموريتاني الناطق الرسمي باسم الحكومة أناني أولد الشروق على الادعاءات التي أثيرت بشأن قيام السفن التركية بنهب الثروة السمكية لبلاده. وكان رجل الأعمال التركي رئيس اتحاد منتجي المأكولات البحرية في إزمير محمد أكسوي قد قال إن السفن التركية العاملة في المياه الإقليمية الموريتانية لا تلتزم بالحصص المخصصة لها وإنها تقوم بمسح البحر من السمك مسحاً. أعلن المدير العام للبنك الوطني الجزائري محمد لامين لبو يوم الأربعاء عن حصول البنك الجزائري السنغالي على الاعتماد من السلطات النقدية السنغالية ليصبح أول بنك عمومي جزائري يحصل على ترخيص رسمي لممارسة نشاطه في الخارج. وأضاف لبو أنه بتاريخ 11 أبريل الجاري تحصل البنك الجزائري السنغالي على الاعتماد من طرف السلطات السنغالية ليكون بذلك أول بنك عمومي جزائري بنسبة 100% يحصل على الاعتماد في الخارج. أعلن نائب وزير مؤسسات الدولة الجنوب إفريقي عبيد بابيلا أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم قرر انسحاب البلاد من المحكمة الجنائية الدولية حتى عام 2025 بعد تحولها لأداة غربية. وقال بابيلا قرر المؤتمر الوطني الإفريقي الانسحاب من المحكمة وتم تقديم الأوراق وإجراء الدراسة وتم التوافق عليها في المؤتمر 55 للحزب، لذلك أنا أعتقد أنه ينبغي لجنوب إفريقيا الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية ومراجعة السياسة في مؤتمر الحزب الوطني الإفريقي عام 2025. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية الموجز، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.